السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله. بسم الله، غادي نحضر معكم خمرات معمرين كيجيو زوينين بزاف وشاش، وانتم تشوفوا كي كيجيو من الوسط. بسم الله، عندي هنايا انا مخلطة قد الفينو قد فرص، ندير الخميرة، الملحة، الزيت، وغادي نخلط بالماء دافي. كنخلطو حتى كنحصلو على عجينه رخوه ديال الرغيف. كلشي كيعرف عجينه ديال الرغيف كي كتكون ما كتكونش قاصحه. ما كندلكوهاش بزاف، غير كنجمعها ونغطيها ونخليوها مشيه ونقضيو شغلنا حتى نرجعو ليها كنلقاوها طلقات الراسه. عندي هنا طريف ديال الدجاج مقطعين، عندي البصله، الشلضه، المكور، قزبر ومعدنوس، فص ديال الثومه، والتوابل عندي فلفل حمراء، البزار، سكينجبير، الملح. كنديرهم كيتشحروا على البوطه حتى كينزلوا، كينشف منهم داك الماء اللي كيكون هذا يهبط منهم كيوليو ناشفين. بسم الله، انتم كتشوفوا العجينه هي خمرات. كندير يديا في شويه ديال الزيت وكنقسمهم كويرات صغار. صافي، من بعد ما ساليتهم الذكور غادي نبدا نسرح الحشوه. ها هي بردات، غادي نزيد عليها الزيتون مقطع، شويه ديال الفرماج الحكوك حتى هو غادي نزيدو، ولكن تكون الحشوه بارده ما تكون سخونه، لان درنا سخونه كتقطع علينا العجينه. غادي ناخذ ورق ديال الطبخ بحال هذا، كندير عليه الكويره ديالي وكنقرصها، كنبسطها، كنبسط الجناب اكثر من الوسط، ما كنخلي الوسط شويه عامر باش ملي نعمرها ما تثقبش. صافي، كنرقق الجناب، كنبدا نعمر وكنجمعهم جنيبات بحال هكذا، كنجمعهم بالوسط وكنقفلهم مزيان. صافي، وكنقرص، لان داكشي باش قلت لكم خصنا الوسط يبقى غليظ شويه باش ملي نقرص ما تثقبش العجين. صافي، وغادي نديرها في المقله. العافيه، ما كتكونش مجهده، لان الا كانت مجهده كتخطف لينا، ما كطيبش، كتحرق. ملي كنحطو الطيب كنحطو على الجهة اللي كنجمعو فيها، ماشي من هذا كيبقى لها هو الوجه. كنبقاو ندوروها خطرة خطرة بحال هكدا باش كطيب لينا كاملة من الجناب. لا
ما كتشوفوهمش ملي كيتحمروا، كيتحمروا كاملين، ما كتطيبش الوسط ويبقى الجناب بويض. هذا الشكل ديالهم كيفاش؟ صافي هكذا حتى غادي نساليهم كاملين. هانتوما كتشوفوا كي جاوا. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نال الاعجاب ديالكم، كنشكركم بزاف المشاهده. مرحبا بكم في قناه مطبخ امينه شمس، ما تنساوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد.